السلام عليكم، معكم الممرض عامر عياصر. اليوم راح نتحدث عن عرض شائع وبشكي منه عدد كبير من الناس، اللي هو حرارة وسخونة القدمين. كثير في ناس يعني بشكوا من حرارة القدمين، وخصوصا عند النوم، حتى انه يعني بعض الناس ممكن يخلوا رجليهم برا الإحرام نتيجة لحرارة القدمين. ان شاء الله بهذا الفيديو راح نتكلم عن اشهر الاسباب اللي ممكن تؤدي لحرارة القدمين وطرق علاجها. طبعا اول شيء يعتبر مرض السكري من اشهر الاسباب اللي ممكن تؤدي لحرارة القدمين، فعرض يعني حرارة القدمين شائع جدا عند مرضى السكري، لانه يعني مرض السكري بيؤدي لالتهاب الاعصاب الطرفيه، فضروري يعني مرضى السكري يعملوا ضبط للسكر ويحافظوا على مستوى السكري عندهم ضمن الطبيعي. ايضا يعني في دواء بياخذوه مرضى السكري لالتهاب الاعصاب، اللي هو دواء الجابابنتين، الاسم التجاري لينيورونا. ويعتبر يعني عرض حراره القدمين من الاعراض المتقدمه لمرض السكري، يعني مش من الاعراض الاوليه لمرض السكري. يعني بعد الشخص ما ينصاب بمرض السكري بسنه او سنتين او عده سنوات، تبدا الاعصاب الطرفيه تتاثر، بيبدا المريض يشكو من حراره القدمين. وبالرغم من هيك يعني اذا رجعت المستشفى تشكي للدكتور من حراره القدمين، الدكتور راح يعمل لك فحوصات السكري، فحص السكري العادي وفحص السكري التراكمي، حتى الدكتور يتاكد انك ما تشكي من مرض السكري. ايضا يعني من الاشياء اللي ممكن تؤدي لحراره القدمين اللي هو نقص فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 يعني ضروري للاعصاب، ونقصه ممكن يؤدي الى التهاب الاعصاب الطرفيه، والمريض يعاني من تنميل وخدران وحراره بالقدمين. ايضا يعني الدكتور راح يعمل لك فحص لفيتامين بي 12، واذا تبين يعني بالفحص انه عندك نقص فيتامين بي 12، الدكتور يعني راح يعطيك ابر لفيتامين البي 12. ايضا يعني من الاشياء الشائعه لحراره القدمين اللي هو نقص الحديد الشديد. كثير يعني من الحالات اللي بتراجع بالمستشفى خصوصا عند النساء، يعني لان النساء اكثر عرضه لنقص الحديد. كثير من الحالات يعني اللي بتعاني من حراره القدمين بتبين بالنهايه انه السبب حراره القدمين اللي هو النقص الشديد بالحديد، وهذا طبعا شيء شائع جدا عند النساء لانه النساء اكثر عرضه لنقص الحديد. والدكتور راح يعمل لك فحص الحديد، فحص مخزون الحديد، سيرم فيريتين او سيرم ايرون، حتى الدكتور يتاكد من مستوى الحديد عندك ضمن الطبيعي او لا. واذا تبين طبعا انه عندك نقص بالحديد، الدكتور راح يعطيك دواء للحديد. يعتبر يعني السكري والبي 12 والحديد يعني من اشهر الاسباب المتؤدي لحراره القدمين. واذا رجعت المستشفى الدكتور راح يطلب لك فحوصات عن طريق الدم، حتى الدكتور يتبين شو السبب الحقيقي لحراره القدمين عندك. طبعا اذا يبين بالفحوصات انه السكري والبي 12 والحديد كله ضمن الطبيعي، ما في عندك مشكله بيهن، الدكتور راح يبحث باشياء اخرى اقل شيوعا ممكن تؤدي لحراره القدمين، منها الوقوف والمشي لفترات طويله، خصوصا يعني الشخص اذا كان عنده وزن زائد، الوقوف والمشي لفترات طويله ممكن يؤدي لحراره القدمين. ايضا المشاكل بالكلى برضه شائع حراره القدمين عند المرضى اللي بيعانوا من مشاكل بالكلى زي الفشل الكلوي، برضه الدكتور راح يطلب لك فحص لوظائف الكلى حتى يتاكد انه ما عندك فيه مشاكل بالكلى. ايضا يعني من الاشياء المتؤدي لحراره القدمين الحساسيه من بعض الجوارب او القطن او كثره التعرق. ايضا من الاشياء المتؤدي لحراره القدمين اللي هي زياده بحمض البوليك، حمض البوليك طبعا اللي بسبب مرض النقرس ممكن زيادته تؤدي لحراره القدمين. في طبعا يعني فحص عن طريق الدم بيقدر يكشف عن زياده حمض البوليك. ايضا يعني من الاشياء المتؤدي لحراره القدمين اللي هو زياده نشاط الغده الدرقيه، ايضا يعني في فحص عن طريق الدم، فحص الغده الدرقيه بيبين اذا الغده الدرقيه فيها نشاط زياده او لا. ايضا يعني من الاشياء المتؤدي لحراره القدمين اللي هو زيادة كرة الدم الحمراء أو فقر الدم، وكلها طبعا يمكن الكشف عنها عن طريق بعض فحوصات الدم. تقريبا يعني هيك احنا تكلمنا عن أشهر الأسباب اللي ممكن تؤدي لحرارة القدمين. إن شاء الله يعني تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. بالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي أسفل الفيديو. أتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.